أهلا وسهلا مشاهدينا إلى جزئية أخيرة من صباح الشروق نحلل فيها أبرز الأخبار الرياضية مع الصحفي والمحلل الرياضي سامي دراس. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير الزملاء حمزة وحسام، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الشروق. أهلا وسهلا. أهلا بك، ونبدأ من منتخبنا الوطني اللي يجتمع اليوم ويتدرب، ومشوار طويل ينتظر المنتخب وآمال عريضة بعد آخر رباعية له في مباراة رسمية وآخر ظهور لمنتخبنا. ترقب جميعا المنتخب وآمال كثير أنه يصل لما يصبو إليه كل عشاق كرة القدم. صحيح، نعم، المنتخب يوالي تحضيراته، والآن كان عنده تدريب صباحي على ملعب الأكاديمية، نفذ من خلاله حصة تدريبية مشاركة 26 لاعب تحت إشراف المدرب الفرنسي فيلود. واضح أنه الجهاز الفني بينفذ في برنامج إعداد والتركيز من خلاله في الجوانب البدنية لرفع معدل الجاهزية بعد فترة التوقف للمنافسة المحلية. زي ما قلت، الاستحقاقات كثيرة بتنتظر المنتخب في الفترة الجاية دي، لعل التصفيات أمم أفريقيا في الكاميرون العام بعد المقبل، السودان مواجهة بمباراتين أمام غانا ذهابا وإيابا، ودي مباراة يعني تستحق الاهتمام والإعداد الجيد. طيب، معروف إنه الأندية الأفريقية شرسة جدا، لكن لو تكلمنا عن مدى الاستعداد، هل المنتخب جاهز إنه حتى يخوض المباريات الودية؟ هل هو جاهز للقاء غانا يعني؟ مدى استعداده كله يعني البدني والنفسي في ظل ما نعيشه الآن يعني؟ والله لسه ما هو وصل مرحلة جيدة من الجاهزية، يحتاج لكثير من العمل في الفترة الجاية دي، وخصوصا هو بيفتقد الخدمة بتاعت الأندية اللي كان بتقدمها له من خلال المباريات التنافسية المحلية. يبقى الآن العبء كله على الجهاز الفني للمنتخب، مطالب بإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا، وكمان إدارة الاتحاد العام مطالبة بتوفير مباريات ودية على مستوى عالي حتى إنه تخدم اللاعبين فنيا، بالذات في المرحلة الجاية دي. لسه عندنا قدامنا زي 50 يوم ممكن المنتخب يصل فيها لأعلى درجة من الجاهزية. نعم، من المنتخب إلى الأزرق نادي الهلال، واللي في الأونة الأخيرة كثر الحديث عنه وعن لجنة التطبيع والأمور الإدارية بصورة عامة. صحيح. اجتماع الأسماء الجديدة، لجنة التطبيع الجديدة مع قيادة الاتحاد العام لكرة القدم هنا. نعم، الهلال، نادي الهلال دخل مرحلة جديدة في تاريخه، وبدأ يشهد استقرار إداري عقب تعيين لجنة التطبيع. الهلال ما بعد الكاردينال. نعم، بالفعل هو الآن مرحلة جديدة في 2020. اللجنة القانونية باتحاد السودان لكرة القدم أصدرت لجنة تطبيع كان عليها توافق بدرجة عالية جدا من الأهلة. الآن اللجنة، أول أمس هو اللجنة اجتمعت مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، وزي ما بيقولوا خطوا الخطوط العريضة، حيبدوا مهامه من اليوم، وحسب علمي إنه حيكونوا لجنة استلام وتسلم من المجلس السابق، وحيمضوا أكتر من كده، حيشكلوا قطاع رياضي ثم دائرة كرة، وحيبدوا العمل مباشرة في ملف النظام الأساسي. الفترة كلها 120 يوم، 4 شهور، ما بتستحمل أي تأخير أو أي تماطل، لأنه إذا ما اللجنة دي أنجزت المهام الموكلة لها في الفترة دي، حنضطر إنه يزيد عمر التمديد في الهلال، التطبيع في الهلال. طيب، اللجنة عمر 3 شهور ممكن هي تكون أرضية ثابتة حتى إنه تأتي انتخابات بالنسبة للنادي. لو تكلمنا عن التحديات الكبيرة اللي بتواجه الصعوبات الآن لقيادة الهلال، يعني كثير جدا من الملفات، استحقاقات لعيبة، مدربين، تفاصيل داخلية يعني ما بين الإدارات وتكويناتها. كيف ممكن الصعوبات يعبر بالهلال في الفترة دي بالتحديد في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهه، خاصة في فترة 3 شهور، يعني ما 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 في زمن كبير يعني. نعم، هنالك ارتياح كبير في الشارع الهلالي بعد تعيين الصعوبات، نظرا لمقدراته المالية وسمعته الطيبة استبغته. الكل بيتفائل خير بالعهد بتاع لجنة التطبيع، زي ما ذكرت اللجنة بقودة هشام الصعوبات وخلفه الطاهر يونس، الفريق أول السير أحمد عمر، أيوة السير أحمد عمر، وآخرين يعني يشهد لهم بالعمل والكفاءة. فكله تقدير الجوانب المالية التركيز فيها حيكون على رئيس اللجنة، بعد ذاك الجوانب الإدارية وما يتعلق بالنظام الأساسي، حتكون في لجنة رئيسها إسماعيل عثمان، حتشتغل شغل كبير في مسألة التفاصيل بتاعت النظام الأساسي لنادي الهلال، وحتى ملف العضوية حيد الاهتمام. في تقدير إنه في تفاؤل كبير على لجنة التطبيع، وإن شاء الله تقدر تقود الهلال إلى بر الأمان.
ماذا عن حديث المتابعين عن عودة عبد المهيمن لدائرة الكرة؟ والله هو أهلا للمنصب. عبد المهيمن اشتغل فترة جيدة في نادي الهلال، يعني كان ما بتظهر أي مشاكل على السطح، فريق الكرة يعيش كان في نعيم زي ما بيقولوا، وكان الأمور تسير بمؤسسية واحترافية كبيرة. حتى بعد ما غادر عبد المهيمن الهلال نقل التجربة باحترافية لنادي الأهلي شندي، شهد استقرار كبير. الفريق يعني يتدرب بانتظام في ملاعب محددة، حتى المظهر بتاع الفريق كان مظهر منضبط، وده كله كان دور كبير بقوم به أخونا عبد المهيمن. أنا بتمنى إنه التسريبات تصبح حقيقة وإنه عبد المهيمن يرجع لدائرة الكرة في نادي الهلال. طيب سامي، يعني الخلافات والمشاكل الإدارية اللي بتكون في كل الأندية السودانية ما بتقيف، يعني كلهم بنسمع انشقاقات، بنشوف الخلافات على أرض الواقع ممكن تؤثر سلبا على النشاط الرياضي. برضو من ضمن أخبارنا إيقاف 2 من أعضاء مجلس إدارة المريخ، شنو الدافع للإيقاف وكلمنا أكثر؟ يعني قضية المريخ هي عندها خلفية بتاعت لجنة استثمار كان كون النادي، شرعت في تعاقدات وترتيبات لعمل الاستثمار في نادي المريخ. بعد الرصد والتقييم ظهرت هنالك إشكاليات قانونية، أو مثلا استغلال لنفوذ تضارب مصالح بين 2 من أعضاء مجلس الإدارة اللي هم الصادق مادبو نائب الرئيس للشؤون المالية وعمر محمد عبد الله. حتى نادي المريخ أو المجلس اللي بتاع الإدارة شكل لجنة تحقيق عشان ما تتغص الحقائق في الظاهرة بتاعت ملف الاستثمار. ومؤخرا بالأمس صدر قرار من المكتب التنفيذي لنادي المريخ أوقف العضوين الصادق مادبو وعمر محمد عبد الله. حتى التضارب موجود في القضية، الرئيس لجنة التحقيق اللي كان كون المجلس كشف الحقائق، قال إنه أنا ما أوصيت بإنه يوقفوا العضوين دول. فزي ما أنت قلت في تضارب كتير وفي خلافات، والوسط مليان خلافات يعني. جميل. أنا دار أعود لمؤتمر صحفي أيضا بخصوصية تطبيع نادي الهلال. نعم، بالأمس مساء كان في أول ظهور إعلامي أو تقديم إعلامي للمجلس الجديد، كان فيه حديث طيب، فيه يعني بث الطمأنينة لجماهير الهلال. رئيس النادي يعني أكد مقدراته المالية لحل كل الإشكاليات اللي ممكن تواجه الهلال، سواء من اللاعبين الأجانب أو منصرفات التسيير بتاع الفريق. وحديثه قوبل بارتياح كبير، حتى يعني أكد مقدرته إنه يحل كل الديون اللي حتظهر في الفترة الجاية دي. وكمان قال إنه فريق الكورة مقبل على تسجيلات، نحن التسجيلات دي قال حتكون متروكة للفنيين، ومن خلالها يمكن يتعاقد الفريق مع أفضل العناصر المحلية والأجنبية. يعني ممكن نشوف أي شخص في مجاله يعمل بدون تدخلات اللي كانت بتكون من قبل، يعني في معظم الأندية حتى الأتيام المحترفين أجانب أو لعيبة من الخارج أو مدربين، ومن ثم يلعبوا يستأنفوا نشاطهم، ولكن من أول مباراة يخسر الفريق إقالة مباشرة. هل ممكن يكون ده مؤشر إيجابي بالنسبة لنادي الهلال في حال توزيع كل الفرص على أدوار النادي؟ والله هي مرحلة جديدة، وواضح انه حيكون فيها زي ما انت ذكرت انه يعني وضع بيختلف عن السابق، واستفادة من الاخطاء اللي كانت متكررة في العهود السابقة. مسألة ترك التسجيلات للفنيين هي امر فيه فائدة كبيرة للفريق. دائما الاعباء المالية ممكن تقع على مجلس الادارة، لكن اختيار اللاعبين هو امر فني. نعم، دائما ما نسمع عن انه التسجيلات متروكه، تحديدا في انديه القمه، هلال، مريخ، مريخ، هلال، انه التسجيلات متروكه للفنيين، هذا امر فني لا تدخل فيه. لكن حتى عمر الاجهزه الفنيه عاده ما تعودنا عليه انه يتم التدخل فيه. انباء عن عوده دورينا الممتاز بعد الاحداث اللي شهدناها ما بين الاتحاد والوزاره، ومن ثم القرار الاخير للجنه الطوارئ الصحيه بعد التسريبات، بعد الانباء عن عودته في 15 من هذا الشهر. نعم، هنالك تسريبات من حتتين مختلفات، تسريبات من وزارة الصحة، من وزارة الشباب والرياضة، تشير إلى إمكانية عودة النشاط الرياضي بشكل عام في شهر منتصف شهر سبتمبر الحالي. حتى حسب المعلومات المتوفرة عندي إنه الاتحاد السوداني عبر لجنة المسابقات عنده برمجة يعني موضوعة حيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، وفي أندية مواصلة تحضيراتها في الخرطوم، وبيجيها تطمينات من الناس لجنة المساواة بيقول لهم يا أخواننا ما تقيفوا واصلوا التدريبات، لأنه ما معروف احتمال نرجع قريب. فكل المؤشرات بتقول إنه الدوري راجع
في نص شهر سبتمبر. طيب سامي، يعني كان من قبل يعني في ظل جائحة كورونا وانتشار، ولا الآن هي موجودة لسه ما يعني خلال السودان تماما من انتشار الفيروس، تم يعني قرار انه يستأنف النشاط الرياضي، من ثم جوبها بكثير جدا من التحديات من قبل الوزارة والجهات الصحية. يعني أن الأندية بدأت في التدريب وشرعت كمان حتى في توزيع الفرص والمبالغ المالية، لكن لو تكلمنا في حال تم استئناف النشاط الرياضي، هل سوف نعود مجددا لدور النخبة السابق ونلعب عن طريق التجميع، يعني هو الأسهل بالنسبة للأندية حتى تتواجد معظمها في الخرطوم؟ واضح أنه الاتحاد هيعتمد على زي ما قلت تجميع الأندية في الخرطوم، 17 نادي حيكونوا موجودين في الخرطوم هنا، هيعتمد على 4 ملاعب، استاد الهلال، استاد المريخ، الخرطوم، دار الرياضة، اللي حتستقبل مباريات المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز. المرحلة الجاية في أندية باقي لها 7 كور وأندية ثانية باقي لها 8 كور، حسب تقديرات أعضاء لجنة المساواة بيقولوا إن إحنا محتاجين ما بين شهر إلى 45 يوم عشان نكمل الدوري. دي بتوديك لحتى نهاية الموسم، الاتحاد برضه مطالب بأنه يسمي الأندية المشاركة خارجيا. أتمنى أنه الوقت يزعف الاتحاد في استكمال الموسم عشان مصلحة الأندية اللي حتشارك خارجيا. نعمل ونتمنى ذلك، لكن ماذا عن جاهزية هذه الملاعب؟ وكان حدث إشكال صحيح في ملعب المريخ، حتى الإشكال يعني أصبح إداريا ما بين إدارة المريخ و عضو المجلس والرجل القانوني مدثر خيري. جاهزية هذه الملاعب، ملعب دار الرياضة الكل يدري وينظر لهذا الملعب، استاد الخرطوم التلتان، لكن بعد الإصلاحات الأخيرة وأفضل نوعا ما، ماذا عن استاد الهلال، استاد المريخ؟ والله المهم في الملاعب دي المرحلة الجاية إنه المهم فيها إنه أرضيتها، إذا كانت أرضيتها جاهزة يمكن أن تستقبل المباريات، وغرف اللاعبين كذلك تكون جاهزة، ما أعتقد إنه يكون في صعوبة في ذلك، لأنه المباريات ما فيها جمهور، مسألة بتاعت المدرجات والسياج دي ما حتكون عائق أمام المباريات، لكن الأهم في الموضوع أرضية الملعب زائد غرف اللاعبين وغرف الحكام دي، إذا هي جاهزة أنا في تقديري إنه هي الملاعب تاني ما عندها إشكالية. إشكالية كبيرة في أرضية الملاعب. أيوة أرضية الملاعب. طيب يا سامي، في إشارة تانية إنه الأندية الآن في الخلافات الإدارية، تكوين لجان أو كذا، وبالتالي في اللاعبين أصلاً منتهية مدتهم يعني من اللعب، وفي استحقاقات ما يعني تحصلوا عليها، دين مصيرهم شنو في حال تم استئناف النشاط الرياضي؟ هل ممكن يشكلوا عقبة كبيرة بالنسبة للأندية؟ منح اللاعبين فرصة إنها تشارك مع أنديتها لحد نهاية الموسم ده، حتى كان حدد موعد مبدئي للتسجيلات اللي هي في يوم 1/10، 1 من شهر 10 الجاي، ده قال موعد مبدئي للتسجيلات الضمنية، معناه اللعيبة حيكون مستمرين مع أنديتهم، لكن الموضوع يحتاج لمعالجة مع إدارات الأندية، مضاعفة الرواتب كده، لأنه الموسم كله كان حينتهي في شهر 6 والتسجيلات يوم 10/6، فتبقى الفترة دي كلها هي أساسا جات زي ما يقولوا فجأة كده، محتاجة لمعالجة داخلية بين النادي واللاعب عشان ما نصل لفترة التسجيلات الجديدة اللي هي شهر 10. نعم، ماذا عن تكوين لجنة لرعاية البراعم والشباب والناشئين، هذه الهيئة التي تحتاج لعمل كبير جدا في المستقبل القريب؟ والله من حسن الحظ انه هذه الهيئة يعني لديها بنية تحتية جيدة، احنا يعني نعيش في الخرطوم نعرف جيدا الملاعب بتاعت روابط ناشئين منتشرة بكميات كبيرة في المحليات 7 لولاية الخرطوم، في ملاعب كثيرة للناشئين، يبقى الحاجة الأساسية هي موجودة الملاعب، يبقى الحاجة الثانوية الإدارة، مفترض يتم اختيار هيئة براعم ناشئين على مستوى عالي، لديها فكر إداري، لديها مقدرة فنية عشان ما تقدر تضع البنية الأساسية للاعبين الناشئين، يمكن أن يعول عليهم السودان كثير في المرحلة الجاية. قدرين جدا سامي دراس، صحفي والمحلل الرياضي، على كل القراءات التحليلية الصباحية من خلال نافذة الصباح الرياضة هذا الصباح، كتر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا لكم على حسن الاستضافة، وشكرا للمشاهدين على حسن المتابعة. شكرا، شكرا جميلا لك. كان هذا سامي دراس، زميل الإعلامي والمحلل لهذه الفقرة الرياضة، والتي نختتم بها صباح الشروق لهذا اليوم. ففي الرياضة الإفادة دائما، وكثير جدا من الأحداث مضينا فيها على المستويين محليا وأيضا المستوى العالمي. لكم التحية مشاهدينا الكرام، تحيتنا اليوم ملؤها الأشواق، ملؤها المحبة،
والتسامح، وعنوانها الأبرز هو السلام. السلام سمح، سلامنا في السودان دائما. شكرا جزيلا يا حسام، تحية كمان فريق العمل، سعيدين جدا ننقل كل مجهوداتهم دي على الهواء مباشرة، أرضا سلاح ودعوة سريعة بالنسبة لحركات الكفاح المسلح التي لن تأتي أو لم تأتي للتفاوض أن تأتي سريعا، والسودان دائما يسعى الجميع في رعاية الروح. مع السلامة.